السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متتبعي الاوفياء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت لكم موديل جديد، قندوره نصف طوق بالكروشي بالعقيق المهرس، وغادي نزينوه بليزي ستراس. صراحه اول مره غنخدمه وحصري على قناتي. خدمت معكم واحد الطريقه كتشبه لهذه الطريقه، هذه خدمتها معكم في جلابه في نصف طوق على شكل مربعات، وكذلك خدمته معكم في قفطان. دابا غادي نخدمه في هذه الكندوره هذه بلون واحد ديال العقيق المهرس، واللي غادي نزينه بهذا ليزي ستراس باللون يعني اللون مغاير. كما كتشوفوا كنحتاج لهذه الخدمه الحرير ديال القصبة، وغادي نشرك معاه الخيط الماكينه في نفس اللون. يعني ما بغيتش ندير حرير ديال القصبة جوج غيجيوني غلاط بزاف بهذه الخدمه هذه، كتخصها غير حرير قصبة وحده. ملي كندير الحرير القصبة بوحدو كيجيني رقيق بزاف، فملي كنديرو مع هذا الخيط الماكينه صراحه كيجي غزال بزاف. بالنسبه للعقيق المهرس خديت في الصفر، كما كتشوفوا دائما كناخذوا الالوان اللي كتكون في التوب، مهم كتبقى الالوان الاختيار ديالكم. خديت هنايا هذا الصفر هذا كما كتشوفوا مذهب وكيعطي اللمعه. بالنسبه لهذا العقيق هو الدوريجين، هو اللي زوين اللي غتاخذوه. وكذلك هذا الكروشي النمره 12.60 ملم. اذا على بركه الله اول حاجه غنديروها هي كيفاش غادي نفتحوا النصف طوق وشحال غنديروا فيه من سنتيم. هنا كما كتشوفوا كناخذوا دائما الكتاف هنايا، كنشدوهم هنايا وكنشدو هنايا هذا النصف هذا فين كيجي مع هذا الطرف هنا. نقرب لكم الكاميرا هنايا كما كتشوفوا كنشدو هنايا كتجي نيشان، وكندوزوا الحديده. انا نرجع هنا كدوزوا الحديده باش كتبقى لينا هذا الخط نيشان وما كتجيناش العوجيه. هاد الطريقه راه ديجا درتها معكم في القناه وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا كنشدوا العبار كذلك هنايا، غادي نجيب السنتيم غادي نعبر من هنا. هنايا بالنسبه للنصف طوق كيبقى على حساب الطول ديال كل وحده. انا هنايا بالنسبه للاخت ديالي شويه طويله، غادي ندير ليها غندير ليها 39 سنتيم، يعني لان هاد الخدمه هادي غيجيها غير واحد الدرس على برا، الخدمه غتجي لداخل. لكن الخدمه اللي كتجي مقلوبه على الثوب دائما كنديروا غير 36 او 37، لان واحد جوج سنتيم ولا ثلاثه كتقرب على الثوب. بالنسبه لهادي ما غتقلبش الخدمه، غتقلب غير واحد الدرس خفيف. فهنا غادي ندير غير غادي ندير 39 ولا 40، هنا غادي ندير 39 سنتيم. غادي نجي هنا غادي نشوف فين جات 39، هي هادي هنايا جات 39 سنتيم. غادي نشد هنايا جوج سنتيم، هانتوما نقرب لكم الكاميرا مزيان. هنا جوج سنتيم اللي غادي نشد هنايا، دونك غادي نجيب هنا المقص جوج سنتيم. يعني فاش غادي اللي غادي نقطع هنا، يعني هنايا فين كتجي جوج سنتيم، يعني غنقطع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي نشد هنايا جوج سنتيم، هما هادو هانتوما، يعني جوج سنتيم مع غادي التكفيفه غادي تجي هي هذيك. جوج سنتيم كافيه كما كتشوفوا. بعد ما قربت لكم الكاميرا هنا هاد جوج سنتيم غادي نجي هنا، غادي نخلي واحد شويه جهد ما غادي ندير تكفيفه، وغادي نجي هنا وغادي نقطع. يعني بحال الا كان نخدم راندا، وتقدروا اللي بغى اللي مولف انا كيعجبني دائما ندير تكفيفه ونخدم تحت منها. يعني غنكمل هنايا ها نتوما كما كتشوفوا قطعت حتى لهنايا ها نتوما. صافي هذه هي الفتحه ها نتوما تشوفوا، يعني هذه هي الطريقه. يعني هنايا هذا هو ملي كنقطعوه، الا جينا كنعبروه كنلقاو 4 ديال السنتيم. يعني كنقطعوا جوج سنتيم مشروكه، وهنا كنلقاو 4 ديال السنتيم اللي عندنا هنايا ديال الخدمه اللي غادي تجي هنا في الوسط مع تكفيفه. يعني غادي تبقى غادي نجمعوا الثوب بطبيعه الحال. هنايا كيفاش غادي نبداو التكفيفه؟ غادي نجيو هنا غادي نجيو هنا، ديجا كنت درت معكم الطريقه ديال التكفيفه. غادي نجيو نجبدو نجمعوا هكا على هذا الشكل هذا، هكا على هذا الشكل، وغادي نبداو نبلو. يعني بلا ما ندير معكم الطريقه ديال التنبل لانني ديجا كاينه في القناه، غنخليه لكم في صندوق الوصف. صافي غادي نمشيو كامل حتى لهنا ها نتوما هنايا، غادي نجمعوا حتى هنايا غادي نبلو على هذا الشكل. دونك غادي نبل الثوب كامل ونرجع معكم مع تتمه العمل، ما تمشيو فين.
اذا رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما كملت التنبيله ديال الثوب او التكفيفه انتم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا المكان هذا بقات لي فيه 4 ديال السنتيم، يعني قطعت جوج ديال السنتيم والثوب هكا مجموع، ملي فتحته ودرت له التنبيله خرجت لي هنايا 4 ديال السنتيم. كاين الاثواب اللي كيتجبدوا، فحاولوا انكم تنقصوا على جوج ديال السنتيم واحد شويه، لان ملي كنجيو كننجمعوا يعني كننبلوا بحال اللي كيزيدوا كيعرضوا. بالنسبه لهذا الثوب، هذا ثوب زوين بزاف، هذا ماشي ديال 50 درهم، خديناه ب 80 درهم صراحه، ثوب غزال من واحد البوتيك من الناظور تقريبا حدا ولاد ميمون. شي مره ان شاء الله ندير لكم شي فلوق فيه وتشوفوا الاثواب عنده غزاله غزاله بزاف، وعنده غير الاثواب الراقيه. بالنسبه هذا كنجي اول حاجه غادي نجي هنايا غادي نقبض هاد البلاصه مع هاد البلاصه. دائما ملي كنديروا تنبيله ضروري باش تجينا الخدمه هي هذيك وما تجيناش يعني عوجه، ضروري اننا نشدو هنا ونشدو هنا. هانتوما تشوفوا يعني كنشدو هادي مع هادي باش كنشوفوا واش جاتنا الخدمه نيشان. هانتوما الا جانا تفاوت هنايا، لان بعض الاثواب كتلقاو يقدر يجيكم هنا تفاوت، هذه تكون اكثر من هذه ولا هذه اكثر من هذه، فكنعدلوها هنايا. وكذلك كنشدو هنا وكنجيو هنا للكتف. هذه صراحه للمبتدئات، اما اللي كيكونوا خدموا راه كيعرفوا الطريقه. كنجيو هنا للكتف هنايا كنشدو نيشان، يعني العبار غيجي قد هنا قد هنا، يعني ما يكونش تفاوت. كذلك الا كان تفاوت هنا راه نقدروا نقصوا هنايا مثلا، فهمت البنات؟ كنتمنى هذا الشيء يكون مفهوم واضح باش تجينا الخدمه مساويه وما يجينا حتى عوجيه. هانتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، فكنتمنى كل شيء يكون واضح. وبالنسبه للطريقه ديال كيفاش يعني كيفاش نبلتها، راه ديجا درتها معكم، ما كلاش غادي نعاودها معكم كل مره، وغنخليها لكم كذلك في صندوق الوصف. دابا غادي ندوزو باش نبداو العمل ديالنا بالكروشيه. اذا هنا كناخذ حرير قصبة مع الحرير ديال الماكينه، غادي نجمعهم هنا على هذا الشكل هذا، نحاول انني نقادهم، وغادي نبدا ندير عقده البدايه. دائما الكروشيه المره 12، وغادي نجي هنا للظهر. هنا كناخذ الظهر كنشد العبار وكنجي للوسط نتاع الظهر على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نحاول انني نرجع الخيط هنايا. بالنسبه لهذا كناخذو هنا هذا الشكل، هذا دائما كنرجعو هنا اللور، وكنبدا ندير كنبدا بغرزه حشو. من بعد كنبدا غادي ندير السطر بالاعمده ماشي بغرز حشو، يعني هذه الخدمه هذه غادي نخدمها بالاعمده على هذا الشكل هذا، ونحاول ما نبعدش بزاف شويه، ما نديرهمش مدحسين بزاف وما نبعدهمش بزاف هنايا، يعني نديرو ضربه حدا ضربه على هذا الشكل. كما كتشوفوا وحنا غاديين بهذه الطريقه هذه، يعني ما غاديش نديرو الحبيك على الثوب، انما غادي نديرو بالاعمده. دائما كنت كندير معكم الحبيك على الثوب بغرز حشو، لكن هذه غادي نخدموها بالاعمده على هذا الشكل هذا. اذا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الدوره. انتوما يعني كنبدا بالاعمده، غادي نمشي بهذه الطريقه هذه هنا عادي. هنايا هنا في هذه الدوره هذه ديال العنق ضروري اننا بحال نحاولوا نبعدوا واحد شويه ماشي بزاف، يعني غنخدموها غنبعدوا واحد شويه. غادي نوصل هنايا وغادي نرجع معكم باش نوريكم هنايا غادي نديروا مثلا جوج اعمده في نفس المكان. اغلبيه الاحيان كنشرح لكم، ولكن بزاف لي كومونتير كيقول لك لا ورينا. المهم انا غادي نوصل هنا ونرجع معكم. رجعت لكم كما كتشوفوا بعد ما كملت هاد الدوره كامله، ها انتم تشوفوا كيفاش كتجي. هنايا تسعنا واحد شويه ماشي بزاف، يعني غير واحد شويه باش هكا تجينا التقويره ديال الكول. هنايا كنجيو هنا لهاد البلاصه هذه كما كتشوفوا، هذه هي الدوره ديال العنق، يعني اللي كتكون هنا ما بين هنا وهنا. غادي نجيو لهنايا لهاد البلاصه
وغادي نديرو العمود الاول على هذا الشكل، والعمود الثاني في نفس المكان انتوما، يعني هنا كنديروا جوج ديال الاعمده في نفس المكان. دابا صافي غادي نكمل الاعمده عاديه. علاش كنديروا هنا في نفس المكان جوج ديال الاعمده؟ باش ملي غنجيو نخدموا تجينا ديك التقويره ديال العنق انتوما على هذا الشكل هذا. صافي ودابا كنستمر خدمه عاديه ونحاولوا هنايا نقربوا، يعني ما نبعدوش، حاولوا نديروا عمود حدا عمود، ما نخلوش لي سباس باش هكاك ملي نديروا العقيق ما يهبطش لينا لتحت على هذا الشكل هذا. يعني غير في داك الراس ديال الدوره ديال العنق هي اللي كنديروا فيها جوج ديال الاعمده على هذا الشكل هذا. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه بالاعمده عادي بلا زياده بلا نقصان على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا غادي ندوز كامل حتى نوصل هنايا، فاش غادي نوصل هنا لهاد الدوره هذه وغنرجع معكم. فاش نوصل هنايا غادي نرجع معكم باش نشوفوا التتمه. يعني هنا كما كتشوفوا بعد ما كملت السطر كامل انتم تشوفوا، يعني جيت من هنا حتى لهاد يعني النصف طوق هنايا كما كتشوفوا. هنا في هاد المربع هذا اللي كانوا فيه 4 ديال السنتيم غادي نجي هنايا غادي ندير غرزه حشو، ما غاديش ندير يعني هنا في هاد الراس ديال هاد المربع هذا غادي ندير غرزه حشو واحده. علاش هنايا كندير غرزه حشو؟ باش هنا يبان لينا فين جا، يعني فين جات هاد المربع هذا باش نعلموه ما بين هنا وهنا وما تجيناش الخدمه متراكبه على اختها. هنا غادي نبدا ندير الاعمده عادي، يعني غادي نبدا ندير اعمده عادي على هذا الشكل هذا. من بعد ما درت تما غرزه حشو واحده فقط، هنا غادي نبدا ندير الاعمده. يعني ما كنحسبش شحال عندي من عمود، غير كندير على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا انتوما. علاش هنايا انتوما باش كتشد باش كتشوفوا انتوما باش كتبان لكم فين كاين الفرق. يعني الا درنا هنايا كذلك درنا عمود ماشي غرزه حشو غادي تجينا هاد البلاصه متراكبه، فهنا انتوما تشوفوا كيفاش كتجي. دابا غادي نكمل هنايا الاعمده على هذا الشكل هذا، غادي نكمل الاعمده حتى نوصل هنايا حتى نوصل هنا. دابا غادي نكمل الاعمده حتى نجي لهاد الراس ديال هاد البلاصه كذلك ندير فيه غرزه حشو، يعني غنوصل هنا ونرجع معكم. ما كنبغيش نطول عليكم لان الا خدمت معكم الاعمده كاملين فغادي تجي الفيديو طويل، واصلا يعني راه حاجه باينه ها نتوما كنمشي غير بالاعمده على هاد الشكل هذا. اذا نوصل هنا ونرجع معكم. كما كتشوفوا بعد ما كملت السطر هذا اللي هنايا لتحت بعد ما كملته حتى لهنايا، دابا غادي نشوفوا هنا واش جات نيشان هاد البلاصه غادي نديروا فيها حتى هي باش نتاكدوا. غادي نشدو هنايا وغادي نجيو هنا ونشدو هنا انتوما، يعني غنشدو هنايا كما كتشوفوا هنا، يعني هذه هي البلاصه اللي غادي ندير فيها غرزه حشو باش مين غنخدموا تجينا الخدمه باينه. يعني حتى في هاد القنيته هذه غادي نديروا غرزه حشو على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نبدا الاعمده عادي بحال كما درنا الجهه الاولى على هذا الشكل هذا، يعني غادي نخدم الاعمده عادي، غير هذوك القنيتات هما اللي اساسيين اننا نديرو فيهم هذيك غرزه حشو باش كتجينا الخدمه مساويه وكتجينا الخدمه ما فيها لا ديفو لا حتى شي حاجه. كنتمنى انكم تطبقوا هذا الشيء بالحرف الواحد باش تصدق لكم الخدمه مزيانه وما تضطروش انكم تخدموا وتفسخوا. صافي كنمشي على هذا الشكل هذا، كنبدا كندير الاعمده عاديه يعني بلا ما نزيدوا بلا ما ننقصوا انتم على هذا الشكل هذا. شفتوا هنايا كيفاش كتبقى تاخذ لا فورم ديالها هنا، يعني كتاخذ هذيك الفورمه ديالها بهاد غرزه حشو هنا وهنا، يعني كيبان لينا
فين غادي ملي غنبداو الخدمه غيبان لينا فين جا فين جاو القناه. نتمنى تكون واضحه وباينه. ها نتوما شفتوا هنايا، دابا غادي نمشي باعمده عادي، سطر ديال الاعمده عادي حتى نوصل هنايا. فاش غادي نوصل هنا غادي ندير كما درت هنا، يعني لا داعي للتكرار. كما درت هنا غادي ندير جوج ديال الاعمده في نفس المكان في الراس ديال هاد الدوره ديال الكول هنايا، ونمشي كامل حتى نوصل هنايا. فاش غنوصل هنايا نرجع معكم. رجعت معكم كما كتشوفوا، انا خليتكم هنايا يعني في هاد القنيته هادي، مشيت كامل بالاعمده هنايا، درت هاد جوج ديال الاعمده في نفس المكان بحال هنايا، يعني نفس الطريقه اللي خدمت في هاد الجهه هادي، يعني في هاد الدوره ديال العنق هنايا دائما، ومشيت كامل بالاعمده حتى جيت هنايا. هنا اخر عمود غادي نلاقيه مع اول عمود على هاد الشكل، كنلاقيوه دائما باش نثبتوا الخدمه ديالنا. دابا غادي نقطع الخيط. هنا كما كتشوفوا قطعت الخيط وغادي نجبدو على هاد الشكل هذا، صافي كنجبدو بهذه الطريقه، كنجيو هنايا وغادي نثبتوا تحت من هاد الاعمده هنايا، ندير هنا الكروشي وكنجبدو على هاد الشكل كما كتشوفوا، صافي. يعني سواء كنجيبو ابره او كنجبدوه غير بهكا بالكروشي، كنديروا واحد العقده وكنجبدوا صافي. غادي من بعد غادي نقطع الخيط صافي. هذه هي الدوره الاولى كتمشي على هذا الشكل هذا، هانتوما تشوفوا، يعني كملنا طريقه بدايه اللي فيها زياده فين كنزيدوا وفين هنايا الاماكن اللي درنا فيهم غرزه حشو، يعني هذه هي طريقه البدايه ديال هذا العمل هذا. هنا وصلت نهاية ديال الجزء الاول ديال هاد الخدمه هادي. دائما كما عودتكم كنقسم لكم فيديوهات على اجزاء، الجزء الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه بدايه اللي غادي نخدموها بالعقيق المهرس. فهنا غنخليكم ونقول لكم ما تنساوش دائما الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وكونوا في الموعد مع الجزء الثاني. الى اللقاء.